خلصت كده يا محمد؟ تمام يا فندم. طيب انا بشكرك الاول على، وانا قصدت ان انا اتكلم معاك انت بالذات عشان حاجتين، انك انت طبعا المزرعه دي كانت يعني كان بتقابل مشاكل زي ما انت ذكرت كده، وكل الجهود اللي اتعملت سابقا ما نجحتش انها تحل المساله بشكل حاسم يعني، لكن انت بفضل الله سبحانه وتعالى قدرت تعمل ده. وهنا انا بتكلم على نقطتين مهمين. انت التكلفه اللي انت بتتكلم عليها تكلفه كبيره، وبالتالي انت اقتصادات المشروع ليها عائد معاك جيد، عشان مش عشان انت اكيد مش هتعمل حاجه من غير ما تكون مطمن انها بتجيب لك، لكن عشان الناس اللي شغاله في المجال تعرف ان قد يكون احيانا بيحتاج انك انت تعمل استثمارات كبيره، لكن العائد اكيد جاي. انا بتوقف عند نقطه تانية اللي هي 25 ارداب. تمام يا فندم. فده رقم يعني كبير. تمام. وانا بقوله هنا ليك يا جمال، ما تبصش في الورق، دي تجربتك. تمام. يعني بص كلمني في تجربتك اللي انت عملتها. يعني عايز اقول لك ايه، وبقول لكل اللي مهتم النهارده، لو كان السيد 18 ل 20 أردب بنفس كمية المية بنفس المساحة، لما الكمية تزيد فوق ال 20 أنا متصور إحنا محتاجين نتوقف كلنا عندها، لأن حتى في الشغل اللي بيتعمل داخل مشروعات الخدمة الوطنية سواء كان هنا أو في مستقبل مصر، احنا ما وصلناش ل 25 أرداب خالص للفدان. فاذا كان الرقم ده نجح على الارض دي، وتقريبا نفس الظروف المناخيه اللي موجوده، مساحه 2000 فدان انت بتقول مش كده؟ ايوه 2000 فدان. يعني اذا كنت انا قدرت تنجح في 2000 فدان وان المتوسط يصل ل 25 أرداب، الخمسه أرداب في نص مليون فدان يعملوا 2.5 مليون أرداب يا دكتور مصطفى، يعني مليون طن، مش كده؟ مش كده ولا؟ يعني لو قسمنا ده أي كمية هتطلع فوق ال20 أرداب إحنا إيه؟ لأن هي المية وهي الأرض وهو الجهد، ولا أنا؟ تمام يا فندم. وبالتالي أنا بقول التجربة مش عشان فقط أهنيك عليها وأقول لك متشكرين،